عنده قدرة. هل مختلف التعاطي اليوم إذا حصل هذا الموضوع سيكون التعاطي الإيراني مختلف اليوم؟ لأنه منعرف طبيعة علاقة الحزب بإيران مختلفة عن علاقة حركة حماس بإيران، هل التعاطي رح يكون مختلف أم لا؟ في وجهة نظر بتقول أنه الإيراني يدرك قدرة حزب الله وبالتالي ما في داعي ليكون يطور هذه المواجهة إلى التدخل المباشر. لك أنا بعتقد أنه الإيراني يدرك أول شيء قدرة حليفه لأنه هو عم يستثمر فيه على مدى كل هذه المرحلة، وبالأخير اليوم القدرات الموجودة بإيران هي نفسها أو جزء أساسي منها موجودة عند حزب الله العسكرية. عم نحكي بالأخير حزب الله مش بس عنده قدرات عسكرية، عنده قدرات قتالية. حزب الله اليوم عم بيروح على أوكرانيا يعني عشوائي، عم بيستشف الأرض. هيدي جديدة يعني بالأخير في نقاش حول أنه حتى حزب الله عنده خبراء موجودين بالأرض الأوكرانية ليستشفوا واقع المعركة، وبالأخير الميدان اليوم بيعلم يعني استفاد الأسلحة المستخدمة. الأسلحة المستخدمة بالأخير من يومين ضيفكم سيز وقام حكى عن شيء يربط هذا الموضوع اللي هو شراء الأسلحة من 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 أوكرانيا. بس هلأ نحن مش بس هذا الحديث، الحديث اليوم حزب الله عنده قدرات قتالية، الزلمة طالع من حرب بسوريا، عنده مشاركة باليمن، عنده مشاركة بالعراق، ما بعرف السوين عنده مشاركات، فالقدرات القتالية موجودة، وبالإضافة إلى أن هناك ساحات كثيرة قبل ما تلجأ إيران للمشاركة. وبعتقد أنه كل الأطراف الدولية والعالمية والإقليمية ما حتسمح بالذهاب إلى خيار تشارك في إيران بأي معركة، لأنه ساعتها حنشوف مشهد كتير مخيف ومرعب في المنطقة. ما عم بقدر أتخيله، حتى ما عم بقدر أرسمه براسي شو حيكون هذا المشهد. لكن بالأساس أنه اليوم الكل يريد تبريد الجبهات، وبعتقد أنه مش حينسمح للجانب الإسرائيلي بالذهاب إلى هذه المعركة المفتوحة اللي ممكن أصلا تستنزف كل الكرة الأرضية. لأنه عم نعمل هذه المقارنات أو التخيل المشهد اليوم، في كتير ناس أو حتى يعني الصحافة العالمية اليوم قارنت اليوم بين ما يجري بغزة وما حصل ب 82 اجتياح لبنان. صحيح. بالحديث عن اليوم التالي، هل ممكن يكون لبنان إذا بدنا نحكي عن سيناريو، سؤال أخير قبل ما ياخد فاصل انه مخرجنا الزعبوطي بلش بده فاصل، خلينا اليوم اذا مقارنه، هل ممكن يشكل لبنان مثل ما كانت تونس القيادات الفلسطينيه وين بدها تروح اذا حصل هذا الاحتمال نوعا ما بعد 150 نهار من الحرب بغزه؟ هل ممكن لبنان يشكل ملجا الى هذه القيادات، خروج من حماس، خروج قيادات حماس الى لبنان؟ اول شيء بده ينسال سؤال واضح، اصلا هل حينسمح لقيادات حماس بالخروج؟ هذا سؤال أساسي اليوم، لأنه أصلا قيادة حماس بالخارج ما عند واضح أنه حتى على قيادات داخل ما عندها المونة العظيمة في حال صار هيك سيناريو. اثنين، في حال صار هيك سيناريو أكيد البيئة اللبنانية حزب الله يدرك قبل غيره أنها لا تسمح باستقطاب هذه الشخصيات. لك إذا تطلع على الواقع مثلا اليوم بمخيم عين الحلوة، جزء كتير أساسي من المطلوبين بتهم إرهاب إن كانت محليا أو خارجيا، حزب الله لأنه يدرك حساسية الواقع اللبناني سمح لها تفل على سوريا، سمح لها تفل على جغرافيات مختلفة، في منهم راحوا على دول بالصومال وأفريقيا عم بيقاتلوا اليوم مع داعش بموزمبيق مثلا، كانوا موجودين في المخيمات اللبنانية لأنه حزب الله يدرك حساسية الوضع أو الساحة اللبنانية، وبدون يجي يقعدوا الشبيبة مخيم عين الحلوة يلي هو already هو مخيم يعني كامد على بركان وعلى جمر، كل كام يوم أو كل كام شهر بتصير بقلبه معارك. اليوم أصلا وجود هذه الشخصيات الفلسطينية الخارجية من غزة في لبنان هذا أكثر مؤشر لاستمرار التصارع الفلسطيني في المستقبل. حتى أصلاً إذا بدنا نروح أكثر بالنسبة لحركة حماس أو قيادة المقاومة الفلسطينية بتقول إنه هذا الموضوع مش وارد مطروح. يعني بس سؤال بس اليوم كل المطروح إنه يروحوا على الجزائر مثلاً. يعني اليوم في ظل الموقف الجزائري العالي اللهجة تجاه إسرائيل والتمايز الجزائري وعلاقة الجزائر بإيران وروسيا، هذا ربما قد يكون هذا الخيار في حال وصلنا لهذا السيناريو. لكن الأكيد إنه حتى الأمريكيين نفسهم يلي ما عم يسمحوا بتفجير الوضع بلبنان أكيد مش حيجيبوا قيادات فلسطينية إلى المخيمات اللبنانية.